السلام عليكم ورحمة الله، معاكم المهندس عاصم سعفان ومكملين مع بعض بإذن الله بدورة بايثون بالعربي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن آخر داتا تايب معانا اللي هو البولين، وطبعا الكلام عليه هيكون بسيط خالص بإذن الله. فيلا بينا نبدأ على طول في الكود ونشرح على الكود يعني واحنا بنتكلم. البوليانز عندنا هم حاجتين، يا إما ترو يا إما فولس، مفيش أكتر من كده. هو عامل زي ما قلت لك كده، إيه؟ زي الزرار، يا إما مثلا تنور اللمبة، تقيد اللمبة، تشغل اللمبة، يا إما تقفلها. يبقى الاحتمالين بتوعنا يا إما ترو يا إما فولس. طبعا ممكن تعمل متغير، تعمل متغير مثلا بترو أو تعمل متغير تاني بفولس بالشكل اللي قدامنا ده. أنا عرفت مثلا متغير A وقلت بيساوي ترو وB بيساوي فولس. بس كده أنت كده خلاص عرفت الترو وعرفت الفولس، كده الحاجتين اللي معانا. الترو والفولس مش بس إن أنت تعرفهم متغيرات، أنت في الأغلب مش هتعرفهم متغيرات، هما هيجوا لك عن طريق مثلا مقارنات أو حاجات من دي. يعني لما نيجي نتكلم قدام على الكومباريزن أوبريتور مثلا ونتكلم على أكبر من أو أصغر من أو يساوي الحاجات دي كلها، هتلاقي ان هو بيطلعوا لك الناتج بتاعهم بيكون ترو او فولس وحاجات من دي. يعني لو قلنا مثلا برنت وقلت لك الخمسه اكبر من الثلاثه مثلا ونفذت، هيقول لك ترو، هيطلع لك ان الكلام ده مظبوط. طب لو عملت برنت تاني وقلت لك مثلا ايه ان السبعه اصغر من الخمسه وعملت برنت، هيقول لك فولس. فبالتالي انت الترو والفولس يعني هيبداوا يظهروا لك كده قدام. اهم حاجه انك تبقى عارف ان هم ايه دي تايب معانا. لو جيت اشوف عشان بس اعرفك ان هم دي تايب معانا، لو جيت اعمل هنا كده وكتبت تايب وقلت الايه مثلا، هيقول لك ان هو التايب بتاعه بول زي ما احنا شايفين كده. عندنا مثلا حاجه ثانيه زي النون. يعني ايه مثلا؟ لو احنا عندنا متغير اكس وقلت ان هو بيساوي نون بالشكل اللي قدامنا ده كده، نون ديت هي قدامنا ان هو نون، تمام. لكن لو انت جيت تشوف قدام هل بتحسب ترو ولا فولس، هتلاقي انها بتحسب ان هي فولس. عندي داله بحط لها المتغير يعني بتاعي وهي تقول لي اذا كان دوت ترو او فولس. فهنشوف مع بعض كذا مثال نعرف منهم اذا كانت الحاجه دي ترو ولا فولس، عشان ابين لك الحاجات ممكن تبقى عامله ازاي، يعني ايه ترو ويعني ايه فولس. الداله بتاعتنا اللي اسمها بول بالشكل اللي قدامنا ده، انا هحطها طبعا ككومنت هنا ياتي عشان خاطر ايه تبقى تجرب براحتك. زي ما انت شايف هكتب مثلا بول واحط اي حاجه، ايه مثلا المتغير مثلا بتاع الايه، هو يقول لك ايه ده كده ترو. طب لو حطينا البي هيقول لك فولس. طب تعالى نجرب كده الاكس اللي انا عرفته لك وقلت لك ان هو بيساوي نن هنا ده، حطينا الاكس ننفذ هيقول لك ده فولس. ايه تاني الحاجات اللي احنا ممكن نجربها عشان خاطر تبقى خدت نظره عامه عن البول، عشان خاطر لو شفتها قدام. يعني لو انا عندي اي سترنج عادي خالص عاصم مثلا، هيقول لك ايه ده ترو. طب لو انا خدت نفس السترنج بس بدل ما اضيف عاصم هضيفه ايه، هحط السترنج فاضي زي ما احنا شايفين كده وانفذ، هيقول لك فولس. يعني لو عندي سترنج بيعتبر ان هو ايه ترو. لو انا عندي يعني سترنج بس فاضي ما فيهوش اي كتابه يبقى اعتبره فولس. طبعا مش عايز اقول لك يعني ان لو انت جيت تشوف مثلا حاجه زي الزيرو لازما هيبقى فولس. الفولس الزيرو بيتعامل معامله الفولس. طب لو انا حطيت رقم واحد مثلا هيتعامل معامله ترو، او اي رقم تاني هيتعامل معامله ترو، تمام. دي حاجات كده ايه عايزك تاخد بالك منها عشان تعرف بس ان في حاجات انت ممكن مثلا يعني ايه مش لازم تبقى لوجيك قوي بالنسبه لك، بس هو بيتعاملوا معاها ان ايه، يعني في حاجه مثلا يعني عندك ليست مثلا، لو حطيت ليست وحطيت فيها ايتم هتبقى ترو، لو حطيت ليست ومن غير ما تحط فيها اي ايتم هتبقى برضو ايه نفس النظام فولس. يعني معايا ليست مثلا اهيت، حطيت لك مثلا فيها واحد واثنين اي حاجه عاديه بسيطه، وبعد كده هحط لك ليست ثانيه بس فاضيه هيقول لك فولس. انا طبعا مش مهم عندي ان انت تبقى عارف يعني ايه الكلام اللي انا بكلمك عنه ده كله، مش فارق معايا قوي. اهم حاجه انت تبقى عارف ان انا عندي ترو وعندي فولس. ترو يعني معناه الكلام ده صح، فولس معناه الكلام ده غلط، تمام. بس انا حبيت اوضح لك شويه اللي تحت دولت عشان خاطر ايه، مش معناه ان الكلام ده غلط قوي، بس مثلا ايه هي لغه البرمجه بتعتبر مثلا لو زيرو بتعتبره مثلا فولس، لو نون بتعتبره فولس زي ما احنا شفنا هنا مثلا مع الاكس اللي هو كان اصلا بيساوي نون. عندك مثلا لو هي حاجه فاضيه بيقول لك فولس وهكذا. هنتعلم يعني البول ديت عشان خاطر قدام باذن الله هنبدا مثلا نشوف نعمل شرط معين، نقول لو الشرط ده صح، لو الشرط ده صح فمعناه انه ايه، يعني لو الشرط صح هيتنفذ حاجه معينه، فبالتالي هو يشوف الحاجه اللي عندي هل هي صح على بعضها كده كبلوك، يبقى دي بيساوي ترو يبقى الشرط هيتنفذ. لو بيساوي فولس يعني الحاجه دي غلط يبقى الشرط الثاني اللي هيتنفذ وهكذا بقى. ده يعتبر اسهل حاجه ممكن تعرفها، وهو كده الكلام عنها خالص، مفيش اي كلام ممكن يتقال عنها تاني، بس كان لازم طبعا اشرحها عشان خاطر يبقى ايه الدوره كامله من كل النواحي باذن الله. طبعا زي ما احنا متعودين لو عندك اي استفسار عن اي حاجه وكده ممكن تسيبه تحت في كومنت او تسال في الجروب الخاص الجروب على الفيسبوك الخاص بالدوره. ولو الفيديو عجبك لايك بقى جميل واشتراك في القناه مش مشترك. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.